السلام عليكم. اليوم نبي نعمل معالجة لسديم M27 دمبل نيبولا. راح استعمل اليوم برنامج جميل جدا اسمه الأسترو بيكسل بروسيسور. هذا الأسترو بيكسل بروسيسور برنامج جميل وجديد، أنا استعملته الحين جديد، فخلينا نشوف كيف يعالج هذا البرنامج الصور. فأول ما تفتح البرنامج يظهر معك بهذا الشكل. تاني تختار الملف اللي تبي تتعامل معه اللي هو M27. نضغط Open. أوكي. الآن عندنا هني يسألك، طبعاً هني هو في مجموعة عمليات لازم نسويها. رقم واحد اللي هو Load Picture، اللي هي تحط الصور الدارك والبايز واللايت والفلات. بعدين تعمل لك كالبريشن، بعدين تعمل له انلايز، بعدين تعمل له ريجستر، بعدين لغايه ما اخر شيء الانتجريت اللي هو تجميع الصور، وبعدين التولز اللي هو معالجه الصور. فخلونا نبدي. اول شيء هني يسال يقول مالتي شانلز، يعني هل انت تستعمل فلاتر النارو باند او فلاتر الار جي بي. طبعا انا مستعمل صوره واحده ملونه، فما راح استعمل مالتي سيزن ولا راح استعمل مجموعه الفلاتر. فطبعا اول شيء اذا انت عندك كاميرا ملونه، اول شيء تيجي على الصفر هنا اللي هو تستعمل راو او فيتس. هني يسالك شنو نوع الصوره. يعني هل الكاميرا اللي عندك ملونة ولا لا؟ إنزين، فهل الكاميرا اللي عندك تظهر فيها الألوان ولا ما تظهر؟ طبعا هنا الكاميرا ملونة بس الألوان ما تظهر، فحتى يظهرهم فلازم نعلم على هذه وهذه. طبعا الكاميرا الوايت بالانس اللي هي الكاميرات الدي اس ال ار، إذا كنت مصور بكاميرا دي اس ال ار مثل نيكون، كانون، سوني، مثل ما هو مكتوب هنا أمامكم. فاحنا راح نختار هذا اول شيء. ثاني شيء تختار نوع الصورة، الكاميرا اللي عندك اللي تستعمل الار جي جي بي ولا الار جي ار اللي هو الجي ار او الجي بي ار جي او الجي او البي جي جي ار، يعني هذه الانواع. انا صراحة ما اعرف الكاميرا اللي عندي، فانا راح اتركها على حسب شو اسمه هو يختار. نجي هنا على اللود، أو شيء طبعا راح نكتب هنا اسم السديم اللي هو M27. راح نضيف اللايت فريم اللي هو هذا اللايت. اللي هو عندي هنا تلاحظون 53 صورة. الآن نضيف الفلات. الآن ضفنا فلات، 10 صور فلات. نضيف الدارك، أما أنا عامل 10 صور دارك. راح نضيف البايز اللي هم 10 صور بايز. طبعا إذا عندك أنت ماستر فلات وماستر دارك وماستر هذا، خلاص ما له داعي تضيف الدارك والبايز والفلات، بس أنا لأن أول مرة هو البرنامج مو عامل لي ماستر. فنتجه الى الان رقم 2 اللي هو الكاليبريشن. انا راح اترك كل شيء مثل ما هو، يعني از ديفولت، يعني على حسب ضبط المصنع. ايه، فاحنا هنا عندنا باد بيكسل ماب. سوري، هذا باد بيكسل ماب. ابيان الباد بيكسل ماب، فانا راح اخلي اوتوماتيك، يعني هو راح يعملها من نفسه يعني. الآن ننتقل للمرحلة الثالثة اللي هو Analyze Star. راح أتركها مثل ما هو أوتوماتيك، يعني أنا بس ببين لكم البرنامج هذا شلون بسيط وجميل جدا، ونتائجه جميلة جدا، نتائجه أفضل من البرامج الأخرى اللي أنا استعملتها. بس أنا لهسه راح أترك كل شيء يعني as default. يعني الآن ننتقل، خلصنا من المرحلة الثالثة، ننتقل للمرحلة الرابعة Registration. ف
ايضا هذا انا راح اتركها مثل ما هي، ما راح اغير ولا شيء، فقط يعني راح ابين لكم يعني شلون هالبرنامج هذا يعني بسيط، يعني من غير ما انت يعني تختار اي شيء راح يعطيك نتائج جميله. نتجه الى رقم 5 اللي هو نورمالايزد، ايضا هذا راح اتركه مثل ما هو، ما راح اغير فيه شيء. الان المرحله السادسه اللي هي الانتجريت، الانتجريت اللي هو تجميع الصور هذه، نعمل لها ستاك او كومباين. فهذه هي تقريبا المرحله الاهم شيء، هذه واللي تي بعدها، بس ما نعرف هم ليش ما عاملين هذه 6 بعدين هذه 9. فهني عندنا 53 صوره، فيقولوا يعني هل تبي يعني تعمل ستاك ل 53 صوره يعني 100%؟ فبس احنا بنقلل هذه النسبه، نخليها مثلا يعني خلينا نقول ان بعض الصور ممكن ما تنفع فهو يلغيها، فانا نقول خلينا نخلي 95% ممتاز، او نخلي بعد اهم اقل افضل يعني 93% ممتاز. زين الباقي راح اتركه مثل ما هو كله اوتوماتيك. زين انا راح استخدم بس انيبل اللي هو الام بي بي اللي هو مالتي باند بلندنج، هذا راح اعلم عليها وهي نسبه 5%. الان راح نضغط الانتجريت، انتجريت يعني خلاص يبدا الحين عمليه تجميع الصور في صوره النهائيه. فطبعا هنا يسالك ان تبي تغير الاسم هذا الام 27، لا انا ابي مثل ما هو، واقول له اوكي. الان راح تبدا العمليه وراح تاخذ وقتها وارجع لكم بعد شوي. لاحظ العمليه لا زالت مستمره، يعني باقي عليها شويه. هذه العمليه تاخذ لها بين يعني الخمس دقائق الى سبع دقائق حسب يعني سرعه الجهاز عندك. هذا البرنامج يعني له قدره كبيره على ازاله التلوث في الصوره، التلوث الضوئي اللي في الصوره بسبب الاضاءه في الشوارع والبيوت. برنامج يعني له قدره كبيره على تنظيف الصوره من التلوث الضوئي، وراح تشوفون بعد ما تنتهي هالعمليه كيف راح انت كيف راح نزيل التلوث الضوئي من كل انواع الصور. الان وصلنا ل 80%، 84 يعني قربنا نخلص، وياخذ وقت يعني صراحه ياخذ وقت في معالجه الصور، لكنه ممتاز ممتاز جدا. بعد ما يخلص يعطيك هذا الجرس، جرس مثل جرس بيج بن. الان لاحظ هذا هو السديم، شوف السديم شلون جميل، هذا السديم بكاميرا ملونه. الان هذا هو سديم دمبل اللي هو الام 27، شوف ايش حالاته. بس لا تلاحظون هني في فوق يعني منطقه تلوث اللي لون الاخضر هذا، وهني لون تقريبا الاصفر، هذه الالوان اللي بسبب الاضاءه البيوت والشوارع، وهذا يعني التلوث الضوئي. فنجي هنا عند التولز، عند التولز هنا اول شيء اللي هو الباتش موديفاي، اللي هو اذا تبي يعني تقص الصوره تقصرها تصغرها، ف انا اضغط اوكي وناخذ مثلا هالمقدار هذا مثلا، يعني نقص الاطراف فقط يعني، ونضغط كروب اوكي ثم اوكي. طبعا انت كل عمليه تعملها تسمع هذا الجرس او صوت الجرس هذا، ويعطيك نسخه من الصور الاخيره اللي موجوده هني، مثل هني الام 27 ام او دي اللي هو يعني الموديفاي. فنضغط عليها دبل كليك، الان تلاحظون انها هذه الصوره اللي بعد القص يعني. الان خلصنا من الباتش، وهذا طبعا الروتيت احنا ما نبي نستعمله،
ولا هذا. راح نستعمل الحين اهم شيء في البرنامج هذا، يعني اهم ميزه فيه هو ريموف لايت بوليوشن. هذه ريموف لايت بوليوشن هي اهم ميزه في هذا البرنامج الجميل هذا. خلينا نشوف شلون هذا البرنامج يزيل التلوث. الان نضغط ريموف لايت بوليوشن، تقول له يس. هني يقول لك يعمل خمس مناطق تقريبا يعني او اكثر. فاحنا راح ناخذ مثلا هذه المناطق اللي فيها التلوث، راح نعمل عليها مربعات او حتى نقول له انه يشيل التلوث في هذه المناطق. خلينا نعمل هذا الان. راح نعمل داير مدار الرسمه او داير مدار الصوره في اي مكان فيه تلوث ممكن تعمل هذه المربعات، ومن خلال هالمربعات راح البرنامج يزيل التلوث هذا بطريقه جميله جدا يعني. وهذا صراحه البرنامج افضل من البرامج كثيره انا استعملتها في معالجه الصور. خلينا نشوف هذا البرنامج كيف يعالج الصور. برنامج جدا جميل. الآن نضغط calculation ونشوف نضغط calculate ونشوف النتيجة. الآن لاحظوا كيف الآن هو الآن نظف الصورة، نظفها من التلوث. أنا شايف يعني الصورة ممتازة، فنضغط OK and save. الآن راح يعطينا صورة جديدة هني تحت، يكتب لنا صورة جديدة اللي هي الآن تلاحظون الآن MOD اللي هي الصورة الأولى عملها اللي قصيناها، بعدين الثانية اللي هي Light Pollution Remove Light Pollution والباك جراوند. هو عمل الاثنين يعني، هو عمل ريموف لايت بوليوشن وعمل كاليبريت باك جراوند. فالان نضغط عليها نفتحها اللي هي الصوره الاخيره اللي هي هذه. الان المرحله اللي بعدها يعني بعد ريموف لايت بوليوشن وبعد الكاليبريت الباك جراوند راح نشوف ألوان النجوم. نحاول نعدل ألوان النجوم ولا يس. طبعا هني حتى تعدل ألوان النجوم يقول لك يعني اختار منطقة فيها نجوم وحتى نبدأ نعدل عليها. فأنا بختار هذه المنطقة، منطقتين ثلاث، ممكن تختار واحدة ممكن تختار أكثر. ونضغط كالكوليت ونشوف يعطينا الرسم البياني لألوان النجوم وين موزعة ودرجات الألوان وإلى آخره. الآن أعطانا الرسم البياني هذا. بل انا ماني يعني ما عندي معلومات كثيره عن هذا الرسم كيف تعالجه وهذا، لكن انا شفت له فيديوهات تعليميه. فخلينا نعمل زوم على هذه الصور نشوف الوان النجوم. احنا عندنا الحين نجوم صفراء ونجوم زرقاء، فخلينا نشوف. فانا شفت يعني بعض الفيديوهات تقول لك ان هذه النجوم ابعدها خلها تروح بالمربع اللي فوق هذا عن طريق يعني البي ار هذا، ناخذه الى جهه اليمين اكثر وبعدين نضغط كالكوليت مره ثانيه ونشوف شنو النتيجه اللي يعطينا اياها. نحاول نشوف انه شلون نغير التلوث اللي في الوان النجوم. انا شايف يعني الوان النجوم ممتازه، لكن ممكن نعدلها اكثر يعني. الآن هذه هي يعني أنا أشوف الألوان وايد ممتازة.
وايد ممتازة. نضغط سيف اوكي. الان هذه هي الصورة الاخيرة، هذه هي مثل ما انتم شايفين، هي صورة ملونة من كاميرا ملونة، يعني هي عدد 30 صورة تقريبا. الان في عندنا طبعا هذه كومباين كلر ما يقدر نستعملها لان هذه كاميرا ملونة، يعني مو كاميرا المونو اللي نستعمل فيها الفلاتر الار جي بي، فراح نستعمل الاتش اس ال كلر. انت بامكانك هنا تعدل على الكلر، ممكن هنا بالجهه الثانيه الجهه اليمنى هذه، ممكن احنا ساتوريشن ممكن يعطينا الالوان اكثر. لاحظوا تلاحظون هنا يعني لو نزيل هذا، شوف الالوان هنا خفت، الان لما نرجعه يزيد الالوان. الان ممكن نعمل استرتش، هو الان هذه القائمة فيها استرتش، ممكن تزيد استرتش فتظهر الصورة ملونة اكثر يعني، بس هذا طبعا كثير يعني، ممكن نزيد شوي يعني بس نقلل على الاضاءة هذه يعني. انا اشوف ان هذا حتى هذا زايد، خلنا نخفف اكثر يعني، هذا ممتاز الان، حتى الوان النجوم ممتازة. هني ممكن احنا نستعمل الالوان مثل الان الار جي بي او الالوان اللي بالصورة، خلنا نشوف الاحمر الان، اذا غيرنا بالاحمر نضغط كالكوليت مرة ثانية ونشوف شنو شي غير لنا بالصورة. في هذا اللون الأزرق، أنا ودي أخفف الأزرق. يعني بإمكانك أنت تلعب بالألوان، يعني ممكن تخفف اللون الأزرق اللي موجود، ممكن تزيده، ممكن تخفف، حتى يعني تظهر الصورة بطريقة يعني. أنا شايف إنه ما غير شيء. هني شوف لاحظ انه صار اخضر هذا، فلا الرجعه احسن، رجع مكانه، نحاول نغير باللون الاخضر. هذا كثير شوي، هذا افضل، الصوب الثاني افضل. يعني انا اشوف ان انت ممكن يعني تجرب يعني في هذا كله قبل لا تضغط ابلاي. ابلاي اذا ضغطت خلاص يعني يحط كل هالالوان هذه يضيفها الى الصورة او التغييرات هذه الى الصورة. الان بامكانك انت يعني تغير كل شيء من غير ما تضغط ابلاي. انا اقول لحد الان يعني ممتاز، حد الان انا اشوفه ممتاز. ممكن احنا نجي هنا وممكن احنا من هنا نغير ايضا الشاربنس او تغير وتشوف شو يطلع معك. يعني انا اشوف ان الصورة مناسبة، يعني ممكن تاخذها انت بس الحين على الفوتوشوب وتكمل. بس الجميل في البرنامج هو هو تغيير يعني إزالة التلوث اللي موجود في الصورة. فملاحظين ان اللون الأخضر اللي فوق راح والأصفر اللي هني راح، وبإمكانه انه يزيل التلوث اكثر من هذا يعني كثير يعني. ف
نضغط كرييت. بعدين كنسل ونجهز الصورة الأخيرة اللي هني، اللي هذه صورتنا الأخيرة. هذه الصورة النهائية. فإحنا ممكن نأخذ إلى الفوتوشوب وبعدها نبدأ بتعديل الصورة. هذه الآن نخزنها، وأنا بخزنها أيضا في صيغة ثانية حتى أقدر أفتحها بالفوتوشوب. أضغط OK وأضغط بدال الفيتس نختار TIF، نضغط OK. اوكي نختار 16 بت. هذا كل شيء، شاكر لكم.